الدليل المبسط لتربية الأسماك بالصحراء. حوار بين عم سليمان والمهندس وهدان. الحلقة الخامسة، التغذية. ايه هو احسن نوع علف مركز تنصحني اغذي السمك عليه؟ الاعلاف الطافية هي الافضل، عشان السمك بيكون شايفها وبيقدر يتغذى عليها. كمان تقدر تعرف لو كان السمك أكلها كلها ولا فاضل منها شوية، ودي ميزة كبيرة، عشان ساعات بيكون العلف كتير أو الأسماك تعبانة من النقل أو الدنيا حر أو برد أو في نقص أكسجين أو لا قدر الله الأسماك عندها مرض. كل دي حاجات لازم عينك ترصدها كويس عشان تقدر تتدخل بالطريقة اللي تعالج المشكلة اللي عندك. إزاي أعرف أحسب كمية العلف المركز المطلوب للسمك؟ سؤال جميل، لكن لازم الأول أفكرك إنك تخلي السمك يتعود ياكل في مواعيد ثابتة، والعلف ينزل في نفس المكان من الحوض وبنفس الكمية. دلوقتي تعالى نحسب مع بعض كمية العلف المطلوبة، وحنبتدي من بداية إحضار الزريعة. الشهرين الأول والتاني من ساعة ما نجيب الزريعة والمدة شهرين. بنجيب علف سمك نسبة بروتين 35-36%، وتكون كميته بتساوي 10% من وزن السمك، ويتم خفض الكمية بالتدريج على مدى الشهرين عشان تبقى 5% في آخرهم، ويتم تقديم العلف على 3-4 مرات يوميا، وممكن توصل ل6 مرات، ويكون العلف على هيئة بودرة. الشهر الثالث للتربية بنجيب علف بروتين 30%، وتكون كميته تساوي 5% من وزن السمك، وتقل تدريجيا على مدى الشهر لحد ما تبقى 3% في آخر الشهر، وبيتم تقديم العلف على 3 مرات يوميا، وحجم العلف 1 ملي جرام. في الشهر الرابع للتربية وحتى الصيد بنجيب علف بروتين 25%، وتكون كميته بتساوي 3% من وزن السمك، بيتقدم العلف على 2 مرات يوميا، وحجمه 2-3 ملي جرام، والمدة شهر او 2 لحد وقت الصيد او حصاد السمك. وادي طريقة حساب كمية العلف لحوض سمك بيه 10,000 زريعة. 50 جرام وزن السمكة الواحدة بالتقريب، في 10,000 عدد الاسماك في 3 على 100، يعني 50 × 10,000 × 3 على 100 بيساوي 15,000 جرام، بيساوي 15 كيلو جرام في اليوم الواحد. وعلى فكرة نقدر نعرف وزن السمكة بإننا نصطاد كام سمكة متوسطين الحجم بالنسبة للسمك اللي موجود في الحوض ونوزنهم، ونقسم إجمالي الوزن على العدد. سمعت ناس بتتكلم عن التغذية الطبيعية للسمك، إزاي يعني؟ لما تسمع حد بيقول تغذية طبيعية للسمك، يبقى يقصد زيادة عدد أو إكثار الكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة في المية، عن طريق إضافة السماد العضوي والسماد الكيماوي. طريقة الإكثار بتتم عن طريق إضافة السماد العضوي اللي هو البلدي والسماد الكيماوي للمية مع بعض أول مرة، وبعدين بيتم إضافة السماد العضوي لوحده بعد كده بأسبوعين، وبعد أسبوعين كمان نضيف السماد الكيماوي لوحده، ونفضل ماشيين على النظام ده، مرة السماد الكيماوي والمرة اللي بعدها السماد العضوي ثم الكيماوي وهكذا، وده كل 2 أسبوع بعد المرة الأولى اللي بيتم فيها إضافة النوعين مع بعض. وإيه أنواع السماد العضوي والكيماوي اللي نقدر نضيفهم؟ بالنسبة للسماد العضوي ممكن نستخدم أي نوع، لكن أفضل نوع هو زرق الدواجن، علشان الكمية المطلوبة منه بتكون صغيرة وحيبقى نهلها سهل. تضاف بمعدل 1 كيلو جرام لكل 100 متر مربع من مسطح حوض تربية السمك. وبالنسبة للتسميد الكيماوي نستخدم اليوريا بمعدل 25 جرام يوريا مع السوبر فوسفات،
بمعدل 75 جرام سوبر فوسفات لكل 10 متر مربع من مساحة الحوض. يراعى إذابة السوبر فوسفات لمدة يوم في المية أولاً لصعوبة إذابته قبل إضافته لحوض السمك علشان نضمن ذوبانه بالمية وعدم ترسيبه على قاع الحوض. ويا ترى إمتى نضيف التسميد الطبيعي؟ بعد تنزيل الزريعة أو الإصبعيات في حوض السمك بأسبوع. وإزاي أعرف إن التسميد جاب نتيجة؟ قبل ما نقول مع بعض الإجابة على السؤال ده، خليني أقولك الأول على شوية ملاحظات تخلي بالك منهم. لازم إيقاف التسميد في شهور الشتاء علشان درجة الحرارة بتنخفض، وكده صعب السماد يتحلل، وده ممكن يجيب مرض عفونة الخياشيم. كمان لازم إيقاف التسميد قبل 15 يوم من الحصاد. والمفترض إن احنا كمان نعمل إيقاف التسميد إذا انخفضت رؤية قرص الشفافية لأقل من 30 سنتي، يعني لا يمكن تمييز الأبيض من الأسود تحت سطح المية ب30 سنتي. خلي بالك، لو الحوض ما فيهوش الكمية المناسبة من الأسماك اللي تاكل الغذاء، يبقى معاملات التسميد فايدتها قليلة أو محدودة جدا. ولو عايز تعرف إن التسميد جاب فعلا نتيجة، يبقى عليك إنك تلاحظ لون مية الحوض، واللي هتلاقيها بتبدأ في الإخضرار يوم بعد يوم. الدليل المبسط لتربية الأسماك بالصحراء. مادة علمية الأستاذ الدكتور حسام حسن. إعداد إرشادي دكتور عادل زقيزق. أداء صوتي أحمد المرشدي. مهندس صوت حسين فهمي. تم إعداد هذا الدليل من خلال مشروع حياة للتنمية المحلية، تنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومؤسسة إيد على إيد.